مرحبا فيكم حبايبي. برج الدلو، قراءة أو توقعات بشكل عام. رح نشوف أول شيء طاقتك هاي الفترة كيف حتكون. برج الدلو، كتير عشت تحديات يمكن بالأشهر الماضية، ولكن أنا بشوف لك من فترة صغيرة، يعني يمكن من الشهر الماضي بلشت يمكن الأمور تحلو على ما أظن كانت القراءة. أو بلشت أنت تغير نفسيتك يمكن. فطاقتك كيف حتكون هذا الشهر؟ أها، هذا الشهر رح يكون مليء خلينا نقول النعم، مش أمنيات، في أموال، في شغلات رح توصلك، هدايا يمكن، ممكن على المدى المعنوي ممكن نحسبها. إنه كمان هذا الكرت بشوفه كتير عاطفي، في أمنيات بالحب رح تتحقق. أنت رح تركز أساسا على الجانب العاطفي هذه الفترة، لا إراديا عم بيظهر لك إما شخص جديد أو شخص قديم، عم بتكون مركز على هذا الموضوع. هذا الشخص راح يكون يعني خلينا نحكي إنه شخص مميز، شخص إلك فترة ما التقيت بحدا مثله، عم بتعيش مشاعر جديدة ما عشتها من قبل. إذا خلينا نشوف شو الوضع الفترة الجاي. بشكل عام ورق كتير حلو، عم بشوف في موضوع عملية، في لأنه طلع ورا بعض كمان، في أشخاص أنت كنت معاهم على خلاف، هدول الأشخاص على الأغلب من أبراج هوائية أو ترابية، عم بتكون ممكن مائية على فكرة بقوة، ممكن تكون هدول الأشخاص سببوا لك نوع من الأرق، من التخويف، خوفوك أو يمكن أفقدوك الأمان، إنك تعطي أمان لأشخاص تانيين. دخلتوا مع معركة أنت وهذا الشخص أو هدول الأشخاص، خلينا نقول شخص، دخلت معركة كان هو خسران أنت خسران فيها الاثنين، ولكن بشوف تنين يعني ما في كره او بغض بيناتهم، يعني انا بشوف هذه المشاكل عم بتكون بلا يعني ما إلها داعي، او امور صغيرة عم تكبر بدون اي سبب يذكر. عم بشوفك من بعد هذا الموضوع تعرضت لأرق، لتعب، لانطوائية معينة سببت لك ممكن مسألة صحية، أو بالأساس أنت عندك يمكن مشكلة عضوية أو صحية، فعم بشوفك على سرير الشفاء، يعني عم تستشفي من هذا الموضوع. ممكن يكون طاقة سلبية أنت تعرضت لها. خليني أذكر الطاقات قبل ما أنسى. الطاقات في ميزان، في ثور، في أسد، قوس، في هدول أكثر شيء. في عنا الأبراج الترابية بين الهوائية، كتير الترابية طبعا فظيعة كتيرة، مائية موجود. فخلينا نرجع لموضوعنا، صارت مشكلة كبيرة، صارت فضيحة، صارت خلينا نقول يمكن محكمة، يمكن شغلة كبيرة صارت عندك يا دلو حبيبي. بعدين من بعدها يعني او راح تصير عندك هاي المحكمة، لكن على نجاح. انت معاك خلينا نقول جميع المؤهلات او جميع القوى لحتى تكون عندك نجاح بهذا الموضوع. عم بشوف في فرصة حمل بالنسبة للدلو، إن كان نساء الدلو أو رجال الدلو، في نسائهم عندهم فرصة حمل قوية جدا ظاهرة بكرتين، في نجاح للأولاد، نجاح للأطفال، في سعادة للأزواج، عم تتجدد بيناتهم المشاعر بطريقة حلوة، عم بيرجعوا مثل المراهقين، عم بشوفهم
حتى بالنسبة للناس المتباعدين اللي قلنا فيه ممكن تكون مشاكل عندهم، هاي المشاكل طبعا ممكن تكون في العمل وممكن تكون في الصعيد العاطفي. على الصعيد العاطفي إذا كانت بالعمل فهو شخص أو أكثر من شخص، ولكن بعديها طوالي في انتصار على هذا الشخص في هاي الفترة. إذا كان على شكل على الصعيد العاطفي فأنا شايفة إنه هذا الشخص سبب لك كتير أذى، سبب لك كتير مشاكل، مناوشات، حتى هو نفسه عنده مشاكل أيضا مع الآخرين، سبب لك طعن، ممكن يكون علاقة ثالثة أو غدر من نوع معين، ولكن شايفتك عم تشغل حالك بالشغل أكثر. بشكل عام عم بشوفكم تشتاقوا لبعض بشكل فظيع، ولكن كلكم يعني انت وياه عم بتكابروا، ما حدا راضي انه يرجع للتاني بسبب المشكلة يمكن الكبيرة اللي صارت، او الطلاق ممكن يكون هذا الكرت، يعني بشوفه شيء كبير. فبشكل عام بشوف الورق مبشر بالخير، ولكن مع شوية تحذير، يعني مع شوية تحذير من أي أمور، ما نحاول نكبر الأمور، نحاول نمشي المواضيع، ما نحاول ندقق أو نكبر المشاكل، وخاصة في العمل. شايفة فرصة عمل حلوة جديدة للأشخاص اللي ما بيشتغلوا من برج الدلو. خلينا نشوف أكثر على العاطفة. في رجوع لمشاعر كانت خلص ماتت وانتهت. في كان بالماضي في علاقة ثلاثية، في طرف ثالث، كان ممكن يكون أم الشريك، ممكن يكون أخت الشريك، في أنثى بالموضوع كانت داخلة تخرب هون، حتى بتحاول كانت تعمل شغلات، يعني اللي هو أي شيء يطلع بإيدها تحكي تعمل شغلات، ما بعرف، بس شايفة في زي ما بيقولوا فشل عندها في هذا الموضوع، لأنه كل كروتك جميعها إيجابية عاطفية بشكل فظيع جدا. شايفة إنه يعني ما بعرف في إقدام أو في إقبال من الطرفين على العلاقة. شايفة إنه ممكن تبنوا بيت، ممكن تعملوا بيت، شايفة في طبخة زاكية يعني ممكن تطبخها للحبيب أو العكس. القراءة ممكن تكون عكسية. شايفة استشفاء من بعض الأمور اللي كانت مزعليتكم بينكم وبين بعض، الكلام الجارح اللي سببتوه لبعض، في إعادة، يعني في تصفية أمور، في تصفية حسابات، في قعدة، في ترتيبات عم بتصير. شايفة هدول الأشخاص اللي من برج الدلو، شايفة في عندهم زواج هاي الفترة أو خطوبة على الأقل، شايفة في تتويج لهاي العلاقة بشكل حلو، بشكل سريع، يعني من بعد ما كان بطء في كتير في الأمور. شايفة عندهم زي كان نهاية قبل فترة، نهاية لموضوع، نهاية قلنا يمكن يكون طلاق زي قبل شوي أو شغلة، ولكن شايفة في زواج أيضا عندهم في هاي الفترة، فشي كتير حلو. في ناس عم بالناس للناس اللي العزاب أيضا، في شخص ممكن يكون مائي أو هوائي أكثر هذا الشخص، أو من أي برج تاني، يعني ممكن إنه يدخل حياتك تعطيه فرصة من بعد محاولات منه لدخول حياتك، عم تعطيه فرصة، وعم بيكون هذا هاي العلاقة يعني عم بتتوج بفترة قصيرة لزواج. طيب خلينا نشوف عقلك الباطن هاي الفترة بشو عم على شو عم بيركز، أو شو ممكن تكون في عندك تراكمات أو شغلات. تحقيق لأمنية قديمة ومشيت أنت فترة عنها وخلص صارت ورا ظهرك، إلها يمكن أكم من شهر، يمكن لا مش أكم من سنة أكيد يعني، بس أمنية لها أكم من شهر على الأكيد،
عم بشوفها عاطفية أكثر، ممكن تكون عملية، لكن أنا بقتنع إنه هذا الكرت عاطفي، ممكن إنها تتحقق إذا على الصعيد العاطفي. خلينا نشوف إذا في تحذيرات معينة لبرج الدلو، أو مو شرط تحذير، يعني أي كرت تاني. نفس الكرت اللي قبل شوي طلع، مثل دعوة أو نصيحة لتنظيف حياتك. في أشخاص مش وسخين، يعني في أشخاص عم بيضيفوا طاقة سلبية لحياتك، عم يمكن يحسدوك، يمكن أنت عم بتدخل حياتك أشخاص على الطالعة وعلى النازلة، يعني عم بتأمن للعالم، فبيقول لك نظف حياتك شوي شوي، نظف المحيط اللي انت فيه. في اشخاص ما بيحبوك وانت على علاقة منهم، فبيقول لك هذا الكارت مثل تحذير، بيقول لك انه بعد هدول الاشخاص عن طريقك، او نظف طريقك من هدول الاشخاص. شوف اذا في نصيحة. يقول لك believe in magic، كون مؤمن بالمعجزات، وكأنه في معجزة راح تحصل لك، قلنا لك قبل شوي في أمنية راح تحصل لك، فبيقول لك بس آمن بالمعجزات، ما تضلك تحكي إنه لا أنا حظي مش تمام، لا لا أنا كل هذا التوقعات هاي كذب، الأمور كلها لا مش هيك مش صح، كل حياتي أنا مش تمام، مش عارف، ما تحكي هاي الشغلات، بيقول لك بس آمن بالمعجزات وأنت راح تشوفها. فالمطلوب منك بس انك تآمن، يعني بس البليف. خلينا نشوف كمان. هون بيقول لك هذا الشهر راح تدخل مثل مغامرة، يمكن مع شخص جديد على المستوى العاطفي، المهم راح تدخل مغامرة، ممكن تكون كمان على الصعيد المهني، انت داخل مغامرة او شيء، فبقول لك عيشها بكل تفاصيلها، انبسط، عيش المغامرة، ممكن تكون على فكرة تريب او رحلة انت طالع فيها، مسافر فيها، شايف في سفر عندك، يمكن لداعي سفر للسياحة للأمور هاي، فبيقول لك بس إنه عيش اللحظة، عيش التفاصيل اللي كتير حتكون حلوة. حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاي.